زاد طلبوها مني تالتة اعدادي، فقلت يلا. طبعا حاجة بتعني اللي هو فيور تريز ان رين فورستس، اللي هي ديفورستيشن، اللي هي الحركة بتاعت قطع الغابات والكلام. There are more than، في اكتر من 7000 different animals، يعني في اكتر من 7000، قصدي نوع مختلف من الحيوانات المعرضة للإنديجرد أو الإنقراض، زي أورانجوتان اللي هو إنديجرد، خطر الإنقراض. لو أنا بنجز قولوا لي ما تنجزيش وبالراحة، لو أنا ما بنجز يعني إيه قولوا لي الدنيا، يعني أنا معاكم. هعمل The bodies of the mongoose اللي هو جسم حيوان المونجوس، طبعا متغطي بفراء كثيف thick fur. Remember to your bottles، هتملى الخزان الازاز بتاعتك يا باشا. طبعا فول هتوقعها؟ لا طبعا توقعها ليه يا باشا. طيب فيل تحس، هتحس بيها ازاي؟ وطبعا فيل يسقط في الامتحان بعد الشر. A group of animals، عدد كبير من الحيوانات، مجموعات من الحيوانات. or plants، دي معناها species اللي هي فصائل. solar energy و wind power، طبعا دول نوع من انواع الرينيوابل اللي هي الطاقة المتجددة. we can avoid نقط داون تريز، cutting down the trees اللي هو قطع الغابات. rubbish that rubbish that isn't recycle، الرابش اللي ما بيتعملوش ريسايكل طبعا بيتحط في حاجة اسمها landfill. طبعا landfill is usually sunny، دايما جو مصر sunny، so it's great place to use، وعشان كده هي حاجة كويسة ان احنا نستخدم فيها solar panel او solar energy. I'm going to give a speech، ده تعبير كده على بعضه، give a speech يعني يلقي خطابا. recharge apple، use the recharge apple batteries اللي هو الحجارة اللي بتبقى اللي هي بتبقى دائما مش محتاجة ان تتشحن، يعني طبعا في الريموت كنترول. conditioning، يبقى air conditioning عشان بيقولك بيخلي الجو جوه cold، يبقى air conditioning. بعد كده a cup أو this cup is made from، made from دي يعني الحاجة تحولت من حاجة لحاجة تانية خالص، من البامبو. we can't، ما نقدرش ان احنا نكمل to use petrol، ما نقدرش نكمل في استخدام البترول علشان خاطر because لأن it's not طبعا sustainable، مش متجددة. the answer to this question، إجابة السؤال ده هو كلنا we all got it right، طالما حاجة احنا كلنا حلناها يبقى simple أو easy، يعني حاجة سهلة أو بسيطة. A lot of satellites، كتير من الساتلايتس، الساتلايتس الأقمار أوربت، أوربت يعني بتلف أو بتدور حوالين الأرض. A satellite sends نقط، طبعا الساتلايت sends يعني بتبعت إشارات، signal يعني إشارة. There are 8 planets in our solar system. A person who travels، البني آدم اللي بيسافر في الفضاء into space بيدعى astronaut اللي هو كائن فضائي اللي هو بتاع الفضاء اللي بيلبس البتاع في دماغه كده ويطير. A knot is a rock، ده صخرة. That flies، الصخرة اللي بتطير through space اللي هي المذنب comet. The workers will the pipe today، طالما هم هيعملوا ايه بالبتاع ما احنا مش عارفين، بس بيقولك with a new strong one، يعني هيجيبوا واحدة جديد، يبقى اللي موجودة دي قديم. replace يستبدل، replace يعني يستبدل، ده فعل يا جماعة، انما بليس مكان قط يقطع ده منجل. لا big on big old red car، عربية كبيرة وقديمة ولونها احمر. is the middle of the road، هتبقى عالقة stuck. الله اكبر. بيقولك is the person who reaches and writes، بص يا جماعه طالما researches بيبحث وبيكتب مقالات يبقى طبعا الجورناليست. اللي بعده بيقول لك احمد loves taking photographs، احمد بيحب ياخد photographs، وفي نفس اللحظه so he wants to be a photographer، واحد بيحب ياخد photographs. يبقى we can't play football، احنا مش قادرين نلعب كوره because the ball has طبعا بيرست يعني انفجرت، لان بصوا يا جماعه فين علامه التعجب اللي هي يعني حاجه. ملك لايك تو هيلب بيبل، ملك بتحب تساعد الناس. اور هيلب تو بروتكت ذا انفايرمنت، ما واحده بتساعد الناس يبقى اكيد هتساعد انها تحمي
البيئة، لكن طبعا مش هتدمر البيئة ولا تعدها ولا دامج وديستروي، الاثنين دي كده استروي ودامج بمعنى يدمر. من يونج بيبول ناس كتير تيك ا نقط بيزنس تيك سلو سكولار شيب سوري سكولار شيب سكولار شيب اللي هي منحة مدرسية. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك عشان تو ليرن اباوت، طالما بيتعلم يبقى منحة مدرسية. انما طبعا مش فريند شيب صداقه ولا انترنت شيب تذكره دخول او اذن دخول ولا سبيس شيب سفينه فضاء. دونت ثرو ذس بوتل، ما ترميش الازازه اواي، وي كان ريوز ات. نوت اب يور مايندز سيت اب ذا سبيس بتوين تو ثينجز، المسافه ما بين شخصين ديستنس مسافه على طول. سكيل مهارة انتر ذيس هابتس اللي هي البيئات، طبعا دي جمع يبقى او ار على طول ار فاوند، ده مبني المجهول. A lot of our rain forests are كتير من الرين فورستس اللي هو الغابات ار كات كات بس سي يو تي. ذي تريز وير بلانتد مش بلانتنج بلانت اهي وحط لها اي دي، ده التصريف الثالث، ده مبني المجهول verb to be زائد التصريف الثالث للفعل. How دي يعني كيف. Was the stones for، طبعا هنا stones تجمع يبقى how where، انا ما ضيعتش وقت معكم. Long ago يعني مدة طويلة. Camels are called، لا long ago دي ماضي يبقى are هتبقى where، واللي مش عارف where اللي هي بمعنى كان. Environment البيئة بتاعتنا will be cleaner، طبعا هتبقى انضف if we recycle recycle بس من غير الاي دي، بنشيل الاي دي عشان ده مصدر الايه الفعل. What would you like if you don't under don't، ده مضارع يعني حاجه في اليومين دول، مش هتبقى would هتبقى will، لان انا هنا بتكلم على حاجه ان شاء الله سوف اعملها. يعني لو انت عملت الحاجات ديت انت هتفهم اللي هم. If our oceans لو المحيطات بتاعتنا keep to get warmer، طبعا هنا keep to get او getting صار دفئا، هيحصل انه will die. الكورال ليفز اللي هي الشعاب المرجانية هتضاي يعني تموت، يبقى I will work بيرجع الفعل الاصل، اصل will معروف انا بترجع الفعل الاصل. they need to have بعد كده كل دي قواعد. in the past في الماضي اوبا didn't use مش used برضو بنشيل الدي. اللي بعده بيقول لك if we had more money لو احنا معانا فلوس كتير، ده ماضي تمام، يبقى we could. those farmers هؤلاء الفارمرز move if there was another flood، يبقى طبعا هنقول would move يعني هؤلاء الفلاحين كانوا زمانهم ماشوا لو ما كانش في ايه، لو كان في فيضان ما كانوش يعرفوا يعني. يعني دي معناها ان هم خلاص مش هينفع او مش نافع، باظت خلاص باظت. which food do you like that you didn't use، ايه الاكل اللي انت مش بتحبه used to like، ايه الاكل اللي انت ما تعودتش ان انت تاخده او تحبه. If more villages لو في قرى كتير have electricity ده هنا people would ده ماضي بسيط يبقى had، لو كان في قرى كتير عندها كهرباء كانت الناس بقت حياتها افضل. she has trying lots of different sports، طبعا هنا she has tried مضارع تام. I haven't been برضو مضارع تام. have you never helped have you ever، ده ever دي معروفة خبرات سابقة. they had doing they had done برضو ماضي تام. what have you been learned مضارع تام في المبني للمجهول بمعنى علموك ايه في المدرسة في هذا الاسبوع. there is a dangerous accident on the road، في حادثة بعيد عنك وحشة خالص في السكة. two hour school yesterday أو ده ماضي يبقى was، شفت yesterday دور على الماضي was يعني كان. مروة's father أبو مروة اشترى
ذا لاست ويك، يبقى باي دي هتبقى بود، ماضي بسيط. ذا مان تولد اس، الراجل قال لنا. ذات ذا فوتبول تورنمنت، مسابقة الفوتبول. وود ستارت، ده هنا تولد اس ماضي بسيط كله طبعا، واللي هتبقى وود عشان ده مبني لغير المباشر. لما قالت ذات شي وونتد، برضو مبني لغير مباشر. طه حسين بورن، was born 1100% 95 of people will live، يعني حوالي 95% من الناس هيعيشوا في التول بيلدينج. it will be، ابني على طول على ال الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر، واللي بتاخد فعل في المصدر. the farms، المزارع. will be able to make their own electricity، يعني المزارع هتبقى قادرة على صناعة الكهرباء بتاعتها. they won't be able to feed. I am older، لما كبرت. I am going to work، يعني دوبك هتشيل الاس بس عشان هنا فعل في الايه في المصدر. يعني بدنا اللايك عشان الفيديو يطير، ولو مكنتش مشترك في القناة اشترك، ولو انت وصلت للنقطة دي فانت بطل.